الصلاة الصلاة خواهش میکنم سکوت رو رعایت بفرمایید تا صدای ذکرها به گوش برسه. الله اکبر وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا حيا قيوما دائما أبدا سرمدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. الله, الله أكبر. أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك وابن إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إنهم محتاجون إلى رحمتك وأنت غني عن تعذيب عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بنا من بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخلهم برحمتك برضوانك. اللهم إنك توفيتهم متلطخين بدمائهم في سبيل رضاك مستشهدين بين أيديهم مخلصين في ذلك لوجهك الكريم. اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر الله أكبر. همينك وداع جان سوز رهبر عزيز سر از جانمان ولي امر مسلمين جهان با مالک اشتر خیش با این شعار ابوالفضل علمدار خامنه ای نگهدار.
این صدای همه آزادی خواهان جهان است که از حلقوم تشییع کنندگان شهیدان مقاومت برمیخیزد. مرگ بر آمریکا!